إذن بمناسبة إحياء الذكرى 62 لعيد الاستقلال، ولاية البجاية تشهد اليوم يعني على غرار ولاية كل القطر الوطني عملية توزيع أكثر من 7400 وحدة سكنية من مختلف السياق، والتي تعتبر من أكبر العمليات التي شهدتها ولاية البجاية. إذن من بين هذه الفئة 7400 عندنا أكثر من 2090 مسكن عمومي إيجاري لفائدة المواطنين عبر مختلف 6 بلديات، كذلك تسليم مفاتيح لعدل أكثر من 2700 وحدة سكنية، وكذلك 2500 مقررة استفادة من إعانة السكن الريفي بالنسبة ل 52 بلدية، كل بلدية الولاية استفادت من إعانة، بالإضافة إلى سكنات كذلك من الصنف الترقوي المدعم. هذه العملية ليس غير يعني 5 جويلية، إن شاء الله تتواصل هذه العملية خلال الأشهر القادمة إن شاء الله، وذلك من خلال تسليم المشاريع التي هي في قيد إنجاز. كل هذه العمليات، هذه المنجزات والعمليات إن شاء الله تتجسد ميدانيا وتظهر مجهودات الدولة الجزائرية في توفير سكن لائق لمواطنيها، وذلك تطبيقا لتعليمات وتعهدات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. عطيت الصحة من بسكان الخام أنت صيق يا قمين خمات جسلين تسو تفيد من وغير في جد ساكنية المياه يقدم مكتان. عطيت الصحة سميد بالكامل أتنشكر كنت يقل يكين بس عطيت الصحة. السلام عليكم مسؤولة الله ولكن بسلام ذلك السيد فرح مغل سيد جويلي نتمنى يعني شكرا المير وضعي من وقراني عمر واحد رئيس الدائرة الواحد الوالي يعني يخدم الخدمة السن دوسي خدمة 2011 تقدمنا المير 2024 يعني فرحة بزاف بزاف العقوبة ولكن مازال تعسر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.